كومون سافا، ازيكم حبايبي؟ النهاردة هناخد مع بعض حاجة جميلة جدا. هناخد مع بعض ايه؟ هناخد مع بعض الحروف الأبجدية. مش احنا خدناها في اللغة العربية، خدنا ألف وباء وتاء، خدنا في الإنجليش ABC. النهاردة هنتعرف مع بعض على الحروف الأبجدية في اللغة الفرنسية. الحروف الأبجدية في اللغة الفرنسية هي نفس الشكل بتاع الحروف بتاع اللغة الإنجليزية، بس بنختلف في النطق. يعني مش بقول ABCD، لا، بنختلف في النطق. يلا بينا نشوف مع بعض. يلا بينا. أول حرف شكله معايا هو نفس شكل حرف الA في الإنجليش، بس هنا أنا في الفرنش بقوله A. آ آ آ، ده شكل حرف الآ وهو ماجيسكيل كبير، وده شكله وهو مينيسكيل صغير. يبقى النهاردة هنتعرف مع بعض على الألفابي فرنسي. الألفابي فرنسي يعني الحروف الأبجدية، وقلت أول حرف موجود معايا آ آ آ. أول كلمة موجودة معايا كلمة أفيون. أفيون أفيون يعني إيه أفيون؟ طيارة. طيارة اللي بنسافر بيها لو هنروح أماكن بعيدة بنركب إيه؟ طيارة. أفيون أفيون، ريبيت أفيك موا، أفيون أفيون. شاطرين. تاني كلمة موجودة معايا على حرف الأ معايا كلمة أبي. أبي معناها إيه يا شاطرين؟ يلا مين اللي هيقولي يعني إيه أبي؟ أبي إيه الحشرة اللي ربنا خلقها اللي هي نشيطة جدا وبتحب إنها تشتغل كتير 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 وبناخد منها العسل، اسمها إيه؟ نحلة. نحلة معناها أبي أبي أبي. يبقى النهاردة خدت أفيون 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 معناها طيارة، وتاني كلمة خدت أبي 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 ومعناها النحلة. أوروفوار.